الاستديو والحين ببلش. طلعنا لايف؟ احنا لايف، حياكم. تدري شنو المشكلة؟ ان الكلام بالنسبة لي مو واضح. تقدر تكبره شوية؟ لا بس خلاص، راح اقدر اقرا الكومنتس من التليفون الحين. اوكي، لا بس اوكي تمام، كبرت انت صح؟ ممتاز، حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا. اليوم نبي نسولف أكثر عن الاستراتيجية وعن ملفاتها وعن طريقة التطبيق. وعليكم السلام يا هلا. شنو الأخبار؟ بالكومنتس أقدر أثبت كلام أحد أو أخليه يعني مثل هايلايت عليه؟ بن؟ أوكي. بوتيوز؟ لحظة بس بشوف الأوبشنز شنو اللي موجودة. أد مودريتر؟ إي أبي. إذا تخلط ميسة ابيها تكون مودريتر. ميسا لو سمحت اذا موجوده احتاج تكتبين كومنت بس. حياكم الله. راح نتكلم بتفصيل وايد عن الاستراتيجيه. فكرت انا اسوي يوتيوب عشان يعني تستوعب اعداد اكثر، وفي نفس الوقت اللايفات او الشغل اللي احنا نسويه ينحفظ في القناة على طول وتصير مرجع حق الناس اللي تشتغل. وراح يكون في عندنا بشكل اسبوعي جلسات للتصوير بنفس الشكل هذا، نفتح فيها صفقات ونناقش فيها صفقات متروكة، أحسن من اللايف اللي كنت أسويه في الإنستغرام وكنا نفتح في الشارت ونشرح. كان الموضوع صعب، الحين أو هني الموضوع منظم أكثر. ومحسن مسوي لي كاميرتين، كاميرا A و B، أصفق تتغير الكاميرا، حركات يعني تغيرت. فمسوي حركات وايد عشان يعني نقدر نحقق أعلى استفادة ممكنة. أبي بس ميسة إذا كانت موجودة بس تقول لي عشان نثبت أو نحطها ك مسؤول عن القناة أو عن الفيديو. شنو اسم البرنامج اللي تستخدمونه؟ هو برنامج ميتا تريدر 4، أغلب شركات التداول تستخدمه. السلام عليكم، هذا محمد عبد السلام آخر واحد. محسن حطه آخر واحد، أيوة حطه مودريتر. تمام اوكي. اذا ممكن تشرح موضوع افضل طريقه لتقليل خساره في صفقه تم فتحها غير موضوع التبريد، خصوصا في حاله الخساره المستنزفه للحساب حصلت سابقا عن طريق الخطا. تمام، هذا سؤال مهم، راح
راح نفتح الشارت بعد شوي ونتكلم عنه بشكل مفصل اكثر. فريم اليوم كم ياخذ تقريبا على ما تتحقق الصفقه؟ نفتح الشارت محسن، راح اوريك اياها عشان يعني تستوعب ولو كان شرح بسيط. هنشوف الذهب، هذا الحين الذهب احنا قاعدين نتكلم عن تايم فريم 1 مينت اذا تشوفه، هذا 1 مينت اوكي. ابيك تلاحظ معاي ان هني كانت في فرصة بيع، تمام؟ لاحظ وقت الدخول، اذا بتيجي في الماوس راح تشوف ان وقت الدخول تقريبا كان في تاريخ 10/3/2021 الساعة 9:49، والخروج منها كان هني تقريبا في 10/3 الساعة 13:51، يعني تقريبا خلال 4 ساعات. دائما اقول هالمثال، انا اقول ان تايم فريم 1 مينت عادة تاخذ 4 ساعات، خلال 4 ساعات عشان يكتمل النموذج مالي من الدخول الى الخروج. اذا بكبر التايم فريم، كل ما اكبر التايم فريم اكثر المدة راح تزيد اكثر. يعني هذا الحين 5 مينتس، صعدنا على تايم فريم اكبر. هني كانت نقطة الدخول في البيع من 1718، شوف الوقت، كان وقت البيع تاريخ 9/3 الساعة 8 بالليل، للحين ما عطت خروج. احنا اليوم 10 تقريبا، ال 5 مينتس تاخذ 24 ساعة اذا مو اكثر بشوية. وكل ما صعدت بالتايم فريم راح تلاقي الوقت او النموذج عشان يكتمل بالكامل راح ياخذ فترة اطول. فروح على الديلي، انت سؤالك كان على اليومي، تقريبا بالاشهر، يعني هذا مثال شراء كان بشهر 9/2018، اعطاك الخروج هني بشهر 8/2019. ف يعني اذا انت راح تبي تدخل بالصفقه او اخترت انك تدخل في صفقه، لازم تنتبه على التايم فريم وتعرف انت النموذج متى راح يكتمل، او تكون متوقع حتى قبل ما تدخل في الصفقه كم راح يتحقق. اوكي، اتمنى الاجابه تكون واضحه. كم المبلغ اللي لازم ادخل فيه؟ اعتقد ان يعني معدل الربح او الخساره اليوميه على الحساب المقدره تكون دائما ما يشكل 1% من راس المال. فلازم تعرف ان 1% هذه سواء ربح او خساره، لازم تختار راس المال اللي 1% منه ربح يرضيك اول شيء، 1% خسارة منه راح تضايقك وتأثر فيك. عشان إذا كانت أكثر من 1% ربح ما تترس عينك أو ما تكفيك، ماكو فايدة، لأنك راح تضطر وتغامر وتخاطر في الحساب عشان تربح أكثر، وهذا ممكن يعرضك للخسارة. الخسارة إذا كانت أكثر، إذا كانت 1% قليلة وما تأثر فيك، إذا خليتها أو استهنت فيها، أو إذا كان المبلغ بالنسبة لك بسيط وسخيف، راح تغامر وتخاطر أكثر، فممكن هذا يأثر على محفظتك. بالنسبة للتبريد، إذا فاتح صفقة على فريم نص ساعة، هذا سؤال، على فريم نص ساعة عادي أبرد على فريم الساعة وربع ساعة أو نفس الفريم اللي فاتح فيه الصفقة؟ أول شيء، إذا أنت خذيت على فريم نص ساعة صفقة بيع وعطاك على فريم الساعة بيع ثاني، الأفضل أو مهم إنك تبرد منه، لأنه وايد راح يساعدك. إذا كان بايع على فريم نص ساعة، الربع ساعة ما ينفع تبرد منه، لأن عادة ربع ساعة حركته أقل وممكن الربح يكون أقل. متى نبرد ومتى نحط ستوب لوز؟ انا شرحت بالشرح اللي فات طريقه التعامل مع الصفقات، راح اعيدها بعد شوي ان شاء الله.
مو اول تقاطع يطلع لي اوقف الصفقه، ليش نطرت تقاطعين بعدين سكرت؟ اي واحد تقصد؟ حسين اخوي حسين، اي تقاطع تتكلم عنه عشان افتح لك؟ بس في سؤال ثاني خل اخذه على السريع. محمد جواد يقول: هل تتداول بناء على تحقق شروط على الاستراتيجيه فقط بغض النظر عن المستوى السعري والدعوم والمقاومات؟ انا ما اعترف بصراحه في الفوركس على الدعوم والمقاومات، ما اعتقد بان السوق يحترمها او يمشي عليها، فما التفت لها بالاساس، اركز على شروط الاستراتيجيه في الكامل. هل هناك ازواج ما ندخلهم في نفس الوقت بيع او شراء؟ يعني انا افضل ان يعني افضل انك تشتغل على يعني الازواج الرئيسيه، يعني العملات الرئيسيه، دولار مقابل فرنك، باوند مقابل دولار، يورو مقابل دولار، دولار مقابل ين، استرالي دولار مقابل دولار، نيوزيلندي، والذهب. ما انصح انك تدخل بشغلات ثانيه، ولا انصحك حتى تشتغل في المؤشرات. المثال اللي شرحته توك على اي واحد، اي تايم فريم، انا تكلمت عن اكثر من تايم فريم. هذا فريم، شوفه، هذا تايم فريم 1 مينت عشان اوضح لك اياها. قاعد امشي انا عشان ادور الفرص، فهني ما في. اذا انت تتكلم عن هذا التقاطع، هذا التقاطع غير كامل الشروط. اذا انت قاعد تتكلم عن هذا، انا رحت دورت على التقاطع هذا، لان هذا التقاطع كامل الشروط. اذا كان هذا سؤالك، هل في عمله معينه نسبه نجاحها اعلى من غيرها؟ طبعا في عملات حركتها اعلى وتصعد وتنزل اكثر وتعطيك دخول وخروج وفرص اكثر. في بعض الازواج اللي هي الاسترالي، يعني بتقاطعاتهم، والنيوزيلندي شويه ثقيل وحركته خفيفه، واذا مشى باتجاه واحد. ف يعني ما في شيء اسمه ادق، اثنينهم يمشون يعطونك فرص ويعطونك ربح، لكن هذول شويه حركتهم ممله. الذهب الحين بيع على 30 دقيقه، خلني اشوفه. هذا الذهب، ما عطى بيع للحين، ما في صفقة بيع، يبيلها بعد، يبيلها، ما اكتملت الشروط. لا، ما في بيع. انت ممكن يعني اذا شفت التايم فريم الاصغر على الربع ساعة كان يحاول يعطيك بيع، اعطاك غير كامل الشروط. الفايف مينتس اذا تلاحظ كان في صفقة بيع، هذه متحققة من امس، للحين ما اعطت خروج، فممكن لازال اعتقد بان فيها بيع. الون مينت كانوا يعني الشباب مو مقصرين فيه باليومين اللي فاتوا، كان في وايد فرص بيع، هذه واحدة منهم اعطت ربح وعطت خروج، لكن لازال اعتقد على الفايف مينتس ما خلص. في طريقة توقع تيك بروفيت وستوب لوز؟ لان الاستراتيجية لازم ننطر لين تكتمل شروط الخروج، فشلون؟ يعني انا ضد ان انت تحط تيك بروفيت او ستوب لوز على الصفقة. افضل الستوب لوز يكون نسبة مئوية من رأس المال. افضل التيك بروفيت انه ما يكون موجود، تمشي بناء على يعني الاستراتيجية وشروط تحقيقها. لكن انت كل تايم فريم تدخل فيه يعني تقدر تقدر كم متوقع انك تحقق ربح او عائد من الصفقة قبل ما تدخل فيها، فممكن تاخذها. يعني مثلا تقدر تمشي في الشارت على اي صفقة وتشوف مثلا الذهب كم متوقع يعطيك نقطة، راح تلاقي الافرج لنفس التايم فريم في كل مرة يتكرر، فممكن تحسبها كنسبة.
شنو الشروط مع التقاطع اللي تدل على فرصة؟ راح أشرحها مرة ثانية. التوصيات اللي تم تنزيلها من قبل محمد وميسى تسلمون على الجهد الجبار اللي يقومون فيه، بس لو ينزلون الصفقة فورا فقط ملاحظة ولا العين ما تعلى على الحاجب؟ هم قاعدين ينزلون الفرصة بنفس بوقتها، ما قاعد يتأخرون، قاعد ينزلونها وقت اكتمال الشروط. الستوب لوز ممكن نحطه على أقرب زون سواء مقاومة أو دعم. أنا ما أعتقد أن في شيء اسمه مقاومة أو دعم، هذول الشغلات موجودين في السوق عشان ينكسرون. أفضل وقت لتحركات السوق للشخص الغير متابع أو للغير متفرغ، أنصح الغير متابع أو الغير متفرغ أنه ما يتداول. إذا يعني إذا 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 تبي تدخل بالسوق تتداول لك بأربع خمس دقايق وتطلع وتعتقد بأنك راح تحقق ربح، فالسوق هذا ما يصلح لك، ما يتناسب معك. حددت نسبة 1% للمخاطرة من رأس مال. طيب إذا كان في ستوب نقدر نحدد على أساس الستوب، لكن إذا بدون كيف نعرف حجم العقد اللي ندخل فيه؟ يعني أنت تقدر تقدرها بعملية سهلة، تقدر تقول أنا رأس مالي 10,000 دولار، أنا راح أخصص للصفقة الفلانية ما يعادل 1% مخاطرة، راح أدخل أحدد الحجم، حجم الصفقة بناء على الحسبة هذه. مثلا حسابي 10,000، راح أحدد 1% مخاطرة، يعني أنا راح أخسر في الصفقة هذه بحد أعلى 100 دولار. راح أقسم ال 100 دولار هذه على حجم العقد. مثلا أدخل اخترت أشتغل في تايم فريم 1 مينت، ال 1 مينت أتوقع أنه راح يعطيني مثلا 100 نقطة على سبيل المثال، راح أقسم الكمية على ال 100 نقطة هذه، فراح أقول راح أدخل ب0.1، هو إذا أعطاني 100 نقطة ربح أو خسارة راح يعطيني 100 دولار ربح أو خسارة. أتوقع واضح. مضاربة سريعة على أي تايم فريم؟ 1 مينت. هل ضروري تتحقق الشروط كاملة ولا ممكن إذا شرط ما اكتمل أدخل في الصفقة؟ لازم الأربع شروط تكتمل، إذا كان في شرط واحد ما كان موجود ما تدخل. شنو الشروط مع التقاطع؟ راح أعيدها. تقاطع باوند فرانك أعطاني 5%، أحلى استراتيجية، عليك مليون عافية. مضاربة سريعة على تايم فريم، جاوبتك على 1 مينت أو 5 مينتس. عند الشراء الشرط الرابع لازم تلمس الشمعة الخط الأزرق، وفي البيع لازم الشمعة تلمس أي خط، في الحالتين تلمس الخط الأزرق. حجم الغيمة المناسب، ادخل على قناة التليجرام راح تلاقي بالميديا راح تلاقي ملف مكتوب فيه جدول محطوط فيه كل زوج وكل تايم فريم وكم حجم الغيمة المناسب له. إذا ممكن، هل ممكن إذا دخلت صفقة بكامل شروطها هل ممكن أن تخسر؟ أكيد ممكن تخسر. أنا أدعي بأن 75% من الصفقات راح تكون رابحة، ولما أقول هالكلام معناتها في 25% من الصفقات راح تكون خاسرة. ممكن تخسر في الصفقة لكن تسوي تبريد، ولو رجعت على قناة التليجرام راح تلاقي وايد من الصفقات ندخل فيها ونخسر ونفتح صفقة ثانية فوق تبريد ونطلع من الثنتين مع بعض. أحيانا تكون الصفقة القديمة أو الصفقة الأولى نسكرها على خسارة أو نسكرها على ربح بسيط. أوكي، هل البنوك السعودية تسمح بالإيداع والسحب في شركتكم؟ لو تتواصل مع خدمة العملاء راح يساعدونك، لأن في طريقة يستخدمونها المتداولين من السعودية. كم مرة ممكن آخذ تبريد على الزوج؟ أعتقد يعني بالكثير 3 مرات، مرتين أو 3 مرات، لكن يفضل التبريد يكون على صفقة كاملة الشروط. هل الفريمات الكبيرة من ساعة وأكبر؟ دائما أطوف، أنا دائما نشوف أول ما يفتح السوق تشوف فرص كثيرة، لكن وقتها يكون السبريد عالي، تنصح تفتح ولا ما ولا ننتظر؟ يعني أفضل أن إذا ما إذا كان السبريد عالي أفضل أنك ما تفتح. الفرص دائما موجودة في السوق، بأي وقت راح تفتح الشاشة راح تلاقي فرص.
هل الفريمات الكبيرة من ساعة وأكبر تعطي صورة أوضح للصفقة من الفريمات الصغيرة؟ هل صحيح هذا الكلام؟ لا ما أعتقد كذي. كل تايم فريم ولا لعبته، لازم ولها وقتها. يعني إذا أنت بتشتغل على ساعة وأعلى معناتها أنت راح تفتح صفقة راح تنتظر لها أسابيع، وممكن هذا الشيء ما يتناسب مع الكل. شلون أحمل الاستراتيجية موجودة في قناة التليجرام؟ أختلال مشكور على الجهد الجبار والله يوفق مانشستر. يا رب يا رب الله يوفق مانشستر، الله يسمع منك. كيف أحسن أو أطور الحالة الذهنية في التداول؟ أعتقد هذا سؤال مهم. إذا عرفت تسيطر على أدائك، الصفقات اللي تفتحها تكون مستمر فيها، تدخل وتطلع على حسب يعني أو على استراتيجية ثابتة في كل مرة تدخل وتطلع بناء عليها، ما في استهتار، ما في زيادة في الكميات، ما في دخول وخروج كثير، راح تقدر تسيطر إذا حققت نتائج. عذرا، ما هو المصدر الأساس لربح الشركة لديكم؟ هل هو معتمد على العمولات فقط؟ أنا ما أعتقد أن التقرير هذا أو اللايف هذا عشان أجاوب فيه على مدخل الشركة أو فائدة الشركة. طبعا الشركة هي فائدتها الأساسية عمولة، ما في غيرها، بس ما له علاقة أجاوب اليوم. ماذا عن الاستراتيجية المطورة اللي يطلع فيها السهم إذا اكتملت الشروط؟ هل نستطيع الحصول عليها؟ هذه الملفات شوية تحتاج برمجة معقدة، فتحتاج أنك تكون موجود في المكتب وتنزل لك وتنتبه بأنها ما راح تكون 100%، فلازم تتعلم تجربة الاستراتيجية أول شيء. يقول لي جربت الاستراتيجية على الموبايل وفي أرباح. نصيحتي لك لا تجرب تطبق الاستراتيجية على موبايلك، لأن ما راح تضبط وما راح تعطيك نفس القراءة على الكمبيوتر. هل هذا لايف الأسهم؟ لا، اليوم بس شرح ومراجعة على الاستراتيجية، وراح نتكلم شوية عن شروطها وطريقة تنفيذ الصفقات، ونطلع نناقش الصفقات مالت الأسبوع، وممكن نفتح كم صفقة. هل هذا لايف الأسهم؟ راح يكون باكر إن شاء الله. الذهب عند دقيقة بيع، خلينا نشوفه. لا ما هو عند بيع، بس أنا قلت مساع بأن الفايف مينتس إذا لاحظ كانت فيها صفقة بيع ما عطت خروج للحين، أعتقد بعد فيها شوية نزول. ممكن عدد النقاط للصفقة عشان أحسب 1%؟ أخوي أحمد أنت ما تبي تتعب، لازم تفتح كل صفقة أو كل تايم فريم أو كل زوج أنت تبي، وتقدر تفتح نماذج لـ 1 minute و 5 minutes أو حسب التايم فريم اللي أنت تبي، وتشوف معدل، راح تلاقي المعدل ثابت للربح أو الخسارة، فراح تقدر كم راح تربح أو كم راح تخسر عشان تحدد منها 1% قبل ما تدخل. ما يصير أعطيك كل شيء، أنت حسابك مثلا مليون، أنا حسابي 10,000، فلان حسابه 100,000، ما أقدر أوزع على الكل أقول له أنت أفتح شذي وأنت أفتح شذي وأنت قدرها شذي. شلون أحمل استراتيجيتك؟ أنا بجروب التليجرام وموجود الملف، بس ما أدري شلون أنقلها على حسابي. تواصل مع الواتساب اللي ببروفايلي انستغرام وراح يساعدونك. حضر، شلون بترجع؟ اللي بعده؟ بس طيارتي صافطة بالسطح. شو أحمل استراتيجيتي كان بجروب التليجرام؟ هذا هو اللي قال لي. هل صفقة التبريد ممكن تكون عكس صفقتي؟ مثلا صفقتي شراء والتبريد بيع، هذا ما يعتبر تبريد. إذا عطتك بالشكل هذا معناته أنت قاعد تدخن عادي، ما حد راح يقول شيء. أنت ممكن لما تكون داخل في صفقة بيع ونزل ممكن يعطيك صفقة شراء، إذا عطتك شراء معناته كان في قبلها صفقة خروج أو إشارة خروج من الصفقة. هذا اللي قليل أسكت عبالي قاعد بيت خالته. أوكي، هل صفقة أوكي؟ يعني أنا أنصح أن
تلتزم بكل تايم فريم تاخذه. اذا خذيت صفقه بيع انتظر لغايه ما تعطيك خروج واطلع منها. هل في تايم فريم مفضل لازواج العملات؟ كل تايم فريم ولا طريقته ولا شروطه. اخوي طلال استرالي فرانك على 5 دقائق ألقي نظرة عليها. استرالي فرانك وهذه 5 دقائق هنشوفها بالضبط. باقي تلاحظ هني تكتمل الإشارة وراح يحصل تقاطع، ممكن نفتحها مع بعض بعد شوي. وين واصلين؟ في الكومنتس لو في رينج لعدد النقاط الزوج عشان أعرف أحدد نسبة المخاطرة. أخوي الشاشة فيها أكثر من 120 منتج، صعب علي إني أنا أقول لك كلهم نفس الشيء. يعني قبل أسبوعين كنت أسوي محاضرة أو ورشة تطبيق حق زوج الباوند استرالي على الون منت، فتحنا صفقة أعطانا 120 نقطة. لو الزوج هذا أو التايم فريم هذا على زوج ثاني ما راح تلقى أكثر من 10 نقاط. فصعب إني أنا أقول لك الرينج حق كل الصفقات، لازم بنفسك تشوفها، وبعدين مع الوقت ومع الممارسة راح تعرف كل تايم فريم كم الرينج ماله. آل بن علي أشكرك، كاتب I hate Liverpool، أشكرك أنا حبيتك يا أخي. شلون نحمل استراتيجيتك؟ أوكي قلنا لك والله متى USD. متى USD بيتعدل؟ إذا بتلاحظ شوف الشارت، خلك من هذه ما اكتملت على الساعة، لكن تفتح على النص ساعة راح تشوف بأن الزوج هذا عطى صفقة بيع من هني ورايح لها، وأعتقد أنه راح ينزل والطريق وايد مفتوح. أثرت الأخبار على الدولار بشكل كبير بالأيام اللي فاتت، لكن أعتقد بأنه رايح وبشكل كبير. خلونا ننتظر على الصفقة هذه. أوكي شنو عندنا بعد؟ كيف أفرق بين الخروج وأكمل والصفقة؟ ما فهمت سؤالك. كيف ندخل للتليجرام؟ افتح برنامج التليجرام وسوي سيرش على اسمي، أنا اسمي طلال العجمي، أو اكتب جيب فلوس. حلوة استرالي فرانك على 5 إذا اكتملت. اي والله ميسة حلوة، أنا ناطرها. بأي مبلغ رأس مال تنصح يبدأ المتداول؟ ما اكتملت بعد. بأي مبلغ أنا يعني أنصح إن البداية ما تكون كبيرة، أنصحك تطبق الاستراتيجية فترة طويلة على حساب ديمو، أو لما تقرر أنك تدخل في حساب ريل. أنت يمكن ما تعرفني، ما جربت طريقتي، ما جربت السوق نفسه، فتحتاج فترة كافية أنك تطبق وتتعلم، وإذا حسيت نفسك قادر تحقق مدخول ثابت مستقر ذيك الساعة أنت الشخص الوحيد القادر تحدد رأس المال. لماذا لم أستطع فتح حساب عندكم؟ أنا من العراق. والله عندنا مشكلة رقابية مع العراق فما نقدر نفتح، أنا أعتذر منك. كيف يمكن أن أفتح حساب في شركتكم من قطر؟ أي أحد من قطر ممكن يفتح حساب، بس كلم أكاونت بي آي ماركتس أو ممكن قناة حسابي في الإنستغرام راح تلاقي في واتساب ممكن تكلمهم. ممكن تشرح سبب إبقاء صفقة الداو جونز في حساب المشاهدة الخاص بك؟ بالنسبة لي أنا حققت ربح كبير في صفقات الأسهم وخايف إني أخسره. يعني في عندي صفقات وايد، يعني تقريبا محقق لي حوالي 15,000 دولار أو أكثر شوية من 15,000 دولار من أبل ومن شركات ثانية. أنا متوقع في أي لحظة ممكن يكون في انهيار كبير في مؤشر الداو جونز، ف
فأنا خايف إني أخسر كل الربح اللي سويته، فقاعد أسوي مثل هج، فهو بالانس ما بين الأرباح اللي أنا سويتها هناك والصفقة هذه. أنا متأكد بأن داو جونز راح يجي يوم بيطيح وايد، ما له علاقة حتى في التحليل، لو فتحت الشارت والاستراتيجية ما راح تلقاها مضبوطة. كم المبلغ اللي تنصح فيه كمبتدئ؟ جاوبت قبل شوي، أنصحك أول شيء تتعلم قبل ما تقرر إنك تدخل في السوق وتحدد رأس مال. عندكم مكتب في السعودية تسوي ورشات في السعودية؟ للأسف القوانين في السعودية تمنع هذا النوع من الورش، وما عندنا مكتب في السعودية. كيف أدخل معكم من مصر؟ طريقة الإيداع في طرق وايد، تقدر تكلم خدمة العملاء. أتمنى أن الأسئلة تكون خاصة في الورشة يا جماعة. أنا أضارب في الكريبتو وخبرتي 5 سنين، هل تتوقع أنجح في سوق الأسهم؟ أعتقد هذا شيء وهذا شيء. باكر إذا قدرت تحضر الورشة اللي راح أسويها في الأسهم راح تساعدك بشكل كبير. استراليا فركر، انا فاتحها على الشاشه ناطرها بس تكتمل، ما اكتملت بعد. لازم تلامس الشمعه الخط الازرق ولا الاصفر عشان تفتح الصفقه، وقبل ولا بعد التقاطع؟ راح اشرح الحين امثله الصفقات اللي احنا فاتحينها بالاسبوع هذا في قناه التليجرام، راح نتكلم بشكل مفصل عنها. اختلال اقول حل تكفى لما تنوعون التراخيص بحيث تقبل شركتكم كل الدول؟ يا ريت الدنيا سهلة كذي نقدر نسوي. اليورو دولار على الدقيقة شرا، خلنا نشوفها. لا يعني إذا تلاحظ في وقت التقاطع يعني نوعا ما الغيمة تعتبر صغيرة وعدت، يعني أنا لو كنت للحين عندها ما دخلت، ممكن يعني ممكن راح افكر في الشراء اذا كان السعر هني، لكن شويه عدت وجايتك من صفقه بيع كانت اضبط بصراحه. اوكي نشوف اللي بعدها. كيف اسوي المخاطره على اي اساس احطها؟ راح اسوي جلسه بيوم او محاضره كذي اونلاين راح اتكلم فيها عن كل الشغلات اللي تخص المخاطرة وحساب الكميات. لما تقول one by one minute gold يعني مدتها 4 ساعات؟ لا، لما اقول لك buy one minute معناتها انا اقصد اشتر صفقة، اشتر ذهب على تايم فريم 1 minute، معناتها دخولك في الصفقة هذه تقريبا اكتمال النموذج مالها راح يكون خلال 4 ساعات. يورو كندي 15 minutes. يورو كندي يعني انا افضل ان الصفقات تكون في وقتها، هذه عدى عليها وقت، انصح نوخر عنها. خلونا على الاسترالي فرنك، اعتقد راح تتشكل وراح تكتمل الحين. اقدر امركم المكتب احط اكسبرت ادفايزر؟ للاسف ما في الوقت الحالي. فاتح حساب 3000 دولار وقاعد ادش سكالبنج على الدقيقه بلوت، ادري المخاطره كبيره لكن قنوع، اذا عكس نطرت واذا ربحت فوق 60 جيب فلوس والدنيا ماشيه حلاوه. دير بالك كميتك تعتبر جدا كبيره، إذا مشت معك مرة ومعناتها راح تمشي كل مرة. الرافعة المالية هل هي قرض؟ يعني العملية شوية شرح يطول، ما بياخذ وقت طويل، لكن هي نوع من القروض. نعم. كلامك على أن الربح 75% بناء على تجربة خاصة ولا متداولين عندك في الشركة؟ هي تجربة خاصة أول شيء أنا أجربها، لكن الطريقة هذه يستخدمها كثير جدا من المتداولين، وأسوي المحاضرة هذه أو الورشة هذه بشكل مستمر وبشكل أسبوعي، وأكثر الناس اللي طبقوها وجربوها ويطبقونها
تطلع معاهم تقريبا النسب هذه. حتى لما سوينا لها اكسبرت ادفايزر وقدرنا النتائج، نسبة نجاحها الفعلية فوق 75%. شنو بعد؟ وين وصلنا؟ هل ينفع ادخل صفقتين معاكستين بتحليل فريمين؟ اعتقد غلط هالكلام. محسن حط لي الشارت بس، هذا الاسترالي فرانك، خلونا نفتح صفقة. طبعا هذا حساب مو حسابي واللابتوب مو لابتوبي، لكن اعتقد بان الصفقة تقريبا وصلت لحد الاكتمال، باقي شوية وتكتمل شروطها، او تقريبا اكتملت على 5 minutes. هل السهم والتنبيه له تمبلت خاص؟ نعم. كم مرة تنصح بتبريد بإدارة مال صارمة؟ ما يعني ما راح أنصحك تزيد في التبريد عن 3 مرات، لأن في الغالب مرة الثانية الثالثة بالكثير راح تكون طالع منها. والله الأسئلة وايد، ها؟ الأسئلة وايد. متى راح أشرح الصفقات؟ يا جماعة واحدة واحدة علي عشان أقدر أجاوب على كل شيء. 25 يورو دولار على الدقيقة، قريب تتحقق الشروط، إذا ممكن نفتحها مع بعض. ال 25% خسارة قديش بتخف النسبة إذا أتقن التبريد؟ هل ممكن تتحول 25% خسارة ل 10%؟ إذا أتقنت التبريد وكانت دخولك صحيح، ممكن يظل معاك صفقات خاسرة تكون أنت مبرد فيها، لكن هذا شيء طبيعي يعني أنه يكون في صفقات خاسرة. تواصلنا مع موظفك لكن نبي الاستراتيجية المطورة، وأنت تفضلت وقلت لازم تكون موجودين في المكتب عشان ننزلها. سامحنا على كثر الأسئلة، ماني فاهم سؤالك بالضبط أخوي ماجد، بس أعتقد لو تواصلت مع المكتب راح يساعدونك بهالشيء. هذه صفقة الاسترالي فرانك انحطت في قناة التليجرام، محمد وميسا مو مقصرين، أول بأول الصفقة تطلع على طول يحطوها. فإذا ما قدرنا نطلع منها باللايف راح نتابعها مع بعض في قناة التليجرام إن شاء الله. هل ممكن ندبل المحفظة خلال فترة قصيرة؟ أنا ماني من النوع المخاطر اللي يحب يدخل في كميات كبيرة ويسوي فلوس بسرعة، خلها تيجي واحدة واحدة وافهم طريقة التداول أحسن. ممكن أمثلة على صفقات غير مكتملة الشروط عشان نعرف نفرق عدل بين المكتملة والغير مكتملة وطريقة جني الأرباح؟ حاضر. كيف نحدد الحدود السعرية خلال اليوم؟ شلون يعني حدود سعرية؟ We all hate liver. أشكرك رحم الله والديك. سبب إبقاء صفقة الداو جونز قلتها قبل شوي. يورو باوند ممكن تقيمها؟ حاضر. على أي تايم فريم؟ يورو باوند 30 minutes. يعني يورو باوند ترى من يعني من نوعية العملات اللي دائما تمشي بالعرض. نعم هي تعتبر هني صفقة نوعا ما مكتملة الشروط، لكن يعني هذا من الأزواج اللي تمشي بحركة بسيطة وغثيث يعني. فإذا ودك يغثك ممكن تدخل فيها شراء، لكن ترى يعني لاحظ هذا على الساعة، شوف ايش كثر قاعد يمشي، دائما يمشي بكميات بسيطة وما في عليه سيوله. لاحظ هني شوف شلون قاعد يمشي على 15 دقيقه، فما احبه بصراحه ولا احب اشتغل فيه. رابط المؤشر على MT5، تواصل مع المكتب افضل. طبعا انا كل الشغلات اللي انا قاعد اسويها، كل الملفات، كل الشغلات هذه قاعد اجمعها في ويب سايت، اليوم باكر راح يتم الاعلان عنه، راح يكون فيه كل شيء، حتى المقاطع هذه اللي ما تشوفونها راح تكون موجودة.
توقعات ذهب اليوم في ارتفاع وانخفاض، اعتقد لا زال بانخفاض. استرالي فرانك على 4 ساعات، طبعا هي صفقة طافت، اذا تلاحظ من هني كانت معطتني شروط الدخول، اعتقد لا زال هابط، يعني ممكن تدخل في الصفقة. فرصة بيع باوند استرالي على الدقيقة، الباوند استرالي ممتاز يعني من الأزواج اللي تتحرك، ولما تتحرك بعنف، راح يعني ممكن تشوف حركة كبيرة لها أول ما لها آخر. خلنا نضيفه. ما في اي فرصة للبيع ولا الدخول، ما في ولا شيء، ما عندك ولا شيء بالصفقة هذه. يورو دولار على الدقيقة نظرة سريعة، توني نتكلم عنها اكثر من مرة يا جماعة، قلت بان هني لو كان السعر هني كان ممكن اشتري، بس راح يعني عداها، اعتقد شوية مكمل بس ما ادخل، يعني اذا ما كانت الصفقة بوقتها ما راح ادخل. نشوف اللي عقبه بخصوص الاستراتيجية في المستقبل القريب، هل يوجد تطوير لها؟ يعني أنا مو ضامن أعيش لباكر، يعني ما أدري شو ممكن طورها. هي بالنسبة لي صار لي سنوات أشتغل عليها وقاعد أحقق منها نتائج ممتازة وقاعد أشرحها، وعندي ناس صار لهم سنوات يشتغلون عليها والنتائج شبه ثابتة لها، ليش أروح أطورها؟ هل أحتاج أطورها؟ إذا كان في طرق ثانية أو أشياء ثانية ممكن أستخدمها، أنا حتى على الأسهم أستعين فيها وأستخدمها في بعض المرات. يورو دولار تكلمت عنه، هل تأخذ بالاعتبار الأخبار اليومية مع الاستراتيجية؟ لا، أنا أعتقد أن اللي يستخدم التحليل الفني أو يستخدم الصفقات بناء على مؤشرات فنية ما راح يحتاج يشوف الأخبار. كيفية الدخول في جروب الواتساب؟ ما في جروب واتساب، في جروب تيليجرام. كيف أعرف كم نسبة المخاطرة المفروض أسويها؟ تكلمت عنها في الورشة، اليوم ما في مجال، أنا من الصبح قاعد أشتغل، فراح أتكلم بس في مناقشة الصفقات الموجودة، ما راح أقدر أتكلم عن مواضيع أكثر وما معي وقت أكثر أصلا. في صفقة بيع باوند ين على فريم الساعة مكتملة الشروط، هنشوفها. حتى الباوند ين صح بالضبط، أنت جبتها هني في فرصة بيع كانت مكتملة الشروط، أعتقد أنه نازل بشكل كبير. تمام، بعد استرالي فرانك 5 مينت سيل صح، لما نتوصي نفتح صفقة مثال بيع، حبيت أعرف شلون تعرف أو تحدد التيك بروفيت. راح أتكلم الحين عن الفرص، بس بحاول أجاوب كثر ما أقدر على أكبر كم من الأسئلة، لأن من أسبوعين أو 10 أيام لما شرحت الطريقة جتنا أسئلة وايد كبيرة عن وايد صفقات أو وايد أسئلة بخصوص الاستراتيجية ما قدرت أجاوب عليها، فاليوم بحاول أخذ كمية أسئلة وايد عشان أقدر بعدين أكمل. توقعاتك للذهب اليوم والباوند مقابل الدولار؟ أعتقد الذهب في نزول شوي، الباوند دولار إذا بنشوف يعني فريمات صغيرة ما في شيء، تحسه قاعد يمشي بالعرض، لكن إذا رحت على
فريمات اكبر، شوف ايش قاعد يسوي. احس ان النزول هذا اللي سواه خلال الفتره اللي فاتت يبي يصحح من وراه شوي. شوف النزول اللي سواه، اذا تلاحظ كان جايك من صفقه بيع، اعطاك نزول خروج هني، والحين قاعد يحاول يعطيك صفقات شراء. ممكن شويه نشوف صعده مره ثانيه، هذا باليومين هذول صعب احكم وصعب اشوف له صفقه. انا من فلسطين، اقدر افتح حساب عندكم؟ نعم تقدر. خدمه العملاء ما يرسلون لنا البونص الشهري الا اذا ارسلنا لهم. هذه بناء على قوانين الرقابه، ان لازم العميل بنفسه يطلب فتح حساب، يطلب من بعد فتح الحساب يطلب البونص الشهري. انصح المبلغ اللي مستعد تخسره. انا ماني مستعد. انت مستعد تخسر محسن؟ ماني مستعد اخسر. اذا انت مستعد تخسر كيفك. متى بتجي الاردن؟ انا البيت الحين ماني قادر ارد. تبين اروح الاردن؟ البيت، المطار مسكر، البيت مسكر، والشارع الرئيسي مسكر، ما ادري شلون برد البيت. شنو بعد؟ ابو حمود، احيانا في بعض الصفقات نلاقي شروطها تحققت للدخول لكن المؤشر ما يطلع لنا، ليش؟ المؤشر يطلع في صفقات وصفقات لا. صحيح، يعني هي برمجة. أنا كل واحد يأخذ الملف أقول له أنه ترى ممكن يعني الشروط ما تكون كاملة 100%، والقراءة لأنها برمجة ممكن ما تكون 100% صحيحة. أنا جديد في العالم هذا، شنو معنى لما نقول رقم نقطة؟ شنو المقصود بالنقطة؟ نقطة يعني 1 بيب. خلينا نشوف دولار فرانك. سابقتني ميسة، صح؟ خل نروح، هذا واحد فتحناه. يعني عندنا استرالي فرانك ودولار فرانك. اوكي، النقطة هذه أنا أنصحك تدخل في دورة الأساسيات. إحنا عندنا دورة أساسيات أسبوعية مجانية، والحين قاعد تتقدم أونلاين. بشار العصفور يعطيها بشكل أسبوعي. أنصحك تدخل، راح تفهم كل المعاني هذه. ممكن تحفظ البث محسن؟ ممكن تحفظ البث إن شاء الله؟ قال لك أوكي. هل ممكن أدخل صفقتين بيع وشراء بتحليل فريمات مختلفة؟ ممكن. بيستخدم الاستراتيجية في الكريبتو بس أحتاج اسم المؤشر. ما أنصحك تستخدم استراتيجية على الكريبتو، وما راح أعطيك اسم المؤشر. كيفي، إذا دخلت صفقة وعكست علي متى أطلع؟ راح أوريك الحين أمثلة. حزمة التحفيز اليوم تقر، وبعد يوم أو يومين يوقعها بايدن، وبعد أسبوع تتوزع. متى يبين تأثيره على الدولار والتضخم بالذهب؟ أعتقد أن السوق أصلا كان متسعر على الحزمة هذه اللي هي 1.9 تريليون. ما أعتقد أنه راح تشوف تأثير أكثر من اللي أنت شفته. يمكن التأثير السلبي راح يكون، إذا صار في شيء سلبي راح يكون أقوى. توقعات الذهب، نحن صلنا يومين وإحنا ناكل نصعده فوق ونرد نقطة تحت ونرجع ناخذه من تحت ونقطة فوق. شو نتبي نسوي فيه؟ أوديه يمين ويسار؟ ماني قادر. خلاص. في صفقة مكتملة شروط بيع على الباوند ين فريم ساعة، صح؟ فتحتها ساعة وكانت الصفقة صحيحة. شنو بعد؟ توقعات باوند دولار، تكلمت عنها توني. ممكن تشوف يورو استرالي في تاريخ 1 مارس. لا لا لا، خلني في الفرص. راح افتح الشارت وافتح قناة التليجرام واتناقش معاكم بالصفقات كلها. ايش وضع الذهب على الدقيقة؟ من امس داخل وعكس. انت يمكن دخلت غلط. شوف قناة التليجرام، راح تلاقي كل الصفقات اللي دخلنا فيها تجيب فلوس. ما في ولا صفقة مو تجيب فلوس. وين؟
عساك على القوة أخوي طلال. الاستراتيجية جدا بسيطة، شروطها ممتازة وتحتاج قلب مانشستراوي 100%. جلوري جلوري مان يونايتد وطز ليفربول. ممكن تشوف الدولار ين، هل في صعود؟ أعتقد الدولار ين عنده نزول، ونزول وايد كبير، المجال عنده مفتوح. ممكن تشوف نيوزيلندي فرانك 5 minutes بدون ما أشوفه أو من قبل لا أشوفه حتى، أعتقد بأن نيوزيلندي فرانك راح يعطيك صفقة بيع، لأن عادة نيوزيلندي مع الأسترالي فرانك يمشون بنفس الحركة تقريبا. هذي 5 minutes صح نفس الشيء بالضبط. لا نصيحتي لا تدش بشيء، يعني معروفين الأسترالي مع نيوزيلندي اثنينهم خرفان يعني، فإذا بتدش بتبيع اثنين نفس الشيء في شوية ريسك يعني، انصحك تروح تشوف شيء ثاني. وين انت وين رايح؟ كل هذول اسئله؟ لا تغشمرون. لا يا جماعه زين بشرح يعني بشرح ترى وايد. والله صدق؟ والله كذاب. لا والله لا. زين يا جماعة ما يخالف نوقف الأسئلة وأجاوب يعني أشرح كم مثال وبعدين نرجع الورشة مسجلة. إي مسجلة وراح تنزل صح؟ راح تنزل كلام وحلف الرجال. هو ما حلف بس أنا بحلفه. اوكي خل نطلع. لا وايد الاسئله، شلون اجاوب؟ انا طولت. ها؟ المشكله اغلبها موضوع وقت تايم فريم. راح افتح التليجرام، راح اطلع الصفقات اللي اكتملت وتحقق من وراها ربح او تم التبريد عليها وطلعنا منها، عشان يعني تبين قدامكم الفرصه كامله. تمام. واحد كاتب هلا بالمانشستراوي. لحظه، في واحد كاتب هلا بالمانشستراوي، ما ادري شنو قال. مدام مانشستر، لا فوق 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 شوي. هلا بالمانشستراوي ما يعطيني تنبيه على الفرصه، ليش؟ لازم تمر المكتب لان هم قاعد يعطونك كذي. جماعه لا حد يشكل، والله لا حد يشكل ارجوكم. انزين خلونا نطلع صفقات. هني حاطين بان صفقه باوند كينيدي على 5 minutes كانت في يوم اليوم الصبح او يوم امس. شنو هو باوند كينيدي؟ راح اشرح اكثر من فرصه واكثر من مثال عشان الصوره تكون واضحه وبشكل كبير، واكيد يعني شرحي للاستراتيجيه وللفرص الموجوده راح تسهل وتجاوب على وايد اسئله عندكم. هذا باوند كينيدي. اوكي وهذا 5 minutes. نسوي زوم اوت ونطفي هذا عشان نرجع للفرصه. كانت بتاريخ 9 تاريخ امس، سعر البيع كان 75.42.
شنو هذا؟ احنا وين رحنا؟ باوند كندي 5 مينتس سيل 75.42. هذه صفقة دخلوا فيها بيع وما كانت 100% كاملة الشروط. تاريخ 9/2، 9/2 مو 9/3. والله شكل الزوج هذا ما يمشي. مو قاعد ينزل الشارت. نشوف. ما قاعد ينزل. خلينا نشوف صفقة ثانية أحسن. عندنا انا راجع بالشارت تاريخ 9/2 مو تاريخ 9. انا اسف، انا بطلع الصفقات الاخيره راح تفوق، راح شهر 2. اوكي، انا اسف. زين نروح على الذهب. بما ان الذهب الاسبوع هذا صفقاته كانت وايد، كانت عندنا صفقه شراء من 1680 على فريم 1 مينت تاريخ 8. هذا الذهب وهذا هذا تاريخ 8 رايحين له. طبعا انت ترجع بالذهب راح تطلع فرص لين تشبع. معلق الشارت وايد. كانت هذه هي، خلونا نشوفها. هذه كانت فرصة الشراء بتاريخ 8. اوكي نرجع لها. كانت من 1680. لاحظوا هني، خلوني اشرح الطريقه شنو صار فيها. اول شيء لما هي اتكلم على فرصه شراء، معناها احنا نتكلم دائما عن المؤشر هذا وهو عباره عن موفينج افريج، لا ابل شارت، تقاطعات موفينج افريج. هذول اثنين، واحد ازرق وواحد اصفر، ودائما تتشكل ما بينهم تقاطعات مع الغيوم هذه اللي هي واحده حمراء وواحده زرقاء. تمام. تلاحظ دائما بان خطوط الموفينج افريج الاصفر مع الازرق دائما تتشكل ما بينهم تقاطعات. فكل ما يحصل تقاطع معناها التقاطع هذا يعني فرصه للدخول، اما بفرصه شراء او فرصه بيع. السلوك هذا سلوكهم دائما تشوف يعطيك تقاطعات. التقاطع اذا حصل وكان خط الموفينج افريج الاصفر اللي باللون الاصفر كان متقاطع للاعلى، يعني مثل هني نلاحظ بان خط الموفينج هني كان تحت الاصفر صار فوق تقاطع للاعلى، وطبعا الازرق للاسفل، معناها احنا قاعد ندور على فرصه شراء. بالغالب صفقات الشراء راح اطبق عليها شروط، راح اطبق عليها
شروط الشراء، هما أربع شروط للشراء. الشرط رقم واحد أن التقاطع، بعد ما شفنا أن التقاطع الأصفر رايح لفوق، معناها في أربع شروط للشراء. أنا قاعد أشرحها يا جماعة بلغة بسيطة عشان الكل يفهمها، ما بي يعني أعقدها وأسمي لك كل شيء باسمه، بالذات أن في عدد كبير من الحضور ناس جديدة ما سبق لها تداولت. فالتقاطع إذا حصل الأصفر فيه متقاطع لفوق، راح أنزل عليه شروط الشراء، معناها أنا قاعد أدور على فرصة شراء. شرط رقم واحد أن التقاطع يصير تحت الغيمة، يعني شوف الغيمة فوق، التقاطع حصل تحتها. الشرط رقم اثنين أن في وقت التقاطع حجم الغيمة يعتبر كبير. نلاحظ طبعا الشارت شوية مو شغال لأن الحساب توني مشغله هذا، لكن نلاحظ أن في بعض المرات في الون منت يصير أكثر من تقاطع، يعني أكثر من مرة يحصل هالتقاطع. الثالث هذا كان ثابت، عشان كذي يعني فرصة أن احنا ندخلها. الشرط رقم واحد التقاطع يكون تحت الغيمة، مو فوقها، مو بوسطها، تحتها. الشرط رقم اثنين أن في وقت التقاطع حجم الغيمة لازم يكون كبير. الشرط رقم ثلاثة خطين الموفينج أفريج لازم يكونوا متقاطعين بشكل عكسي. الشرط الرابع والأخير أن بعد ما يحصل التقاطع السعر لازم يلامس خط الموفينج أفريج الأزرق. هذول الأربع شروط، مجرد ما يلمس خط الأزرق راح أشتري. هني شرينا من 1680، هذه الصفقة كانت أمس. شوفوا شنو صار فيه، على طول عطاك صعود بهذا الشكل. طبعا هني هذه أول إشارة للخروج، كانت 1684، وبعدين رجع عطاك صفقة بيع. طبعا شروط البيع دائما تكون عكسها، يعني يعطيك تقاطع الأصفر فيه لتحت، معناته لما أشوف تقاطع الأصفر فيه رايح لتحت، معناته أنا قاعد أدور على فرصة بيع. شنو شروط البيع؟ الفرصة رقم واحد، الشرط رقم واحد أن التقاطع نفسه يحصل فوق الغيمة. الشرط رقم اثنين أن في وقت التقاطع حجم الغيمة يعتبر مناسب. شلون تعرف حجم الغيمة؟ راح تلاقي كل هالشغلات موجودة في قناة التليجرام. الشرط رقم ثلاثة ان خطين الموفينج افريج متقاطعين بشكل عكسي. نلاحظ هني ان راسمين لك مثل اكس اثنينهم. الشرط الاخير ان بعد ما يحصل التقاطع خط الموفينج السعر او الشمعة هذه تلمس خط الموفينج افريج الازرق وتكتمل شروط البيع. هني دخلت بيع. اوكي، لاحظ الحين هذا مثال عكس حق الناس اللي تبي عكس. شوف انت دخلت هني، أعطاك ربح صحيح، لكن ما أعطاك أي خروج، رجع كمل عليك بالشكل هذا. هذه ما تعتبر كاملة الشروط، هذه ممكن تعتبر شوية كاملة الشروط، ممكن أبرد منها من 1703. شوف شنو صار، أعطاك الثالثة من 1718 تبريد ثالث. طبعا أعطاك بعدها نزول بهذا الشكل وعطاك خروج، وهذا بعد بيع مرة ثانية وعطاك خروج. الحين واقف متذبذب عند نفس هذا، لكن احنا فتحنا بعد معاه بأكثر من تايم فريم، فتحنا مثلا على الساعة كانت مفتوحة وعطت ربح، فتحنا على الخمس دقائق أكثر من واحدة. محسن انت مطفي التكييف؟ لا، ممكن المبنى تحت، المبنى مطفي التكييف؟ ممكن. ليش؟ عشان ما في ناس، عشان ما في ناس. زين احنا موجودين؟ ممكن. حر صح؟ ايه، يعني هم حضر جزئي ما ادري شنو، وهم مطفين علينا التكييف. ليش يعملوننا كذي؟ يعني هذا مثال للبيع على الفايف مينتس، بساعة تكلمت عنه بأكثر من مرة، نزل عطاك ربح كبير. يعني أنت بايع من هني من نقطة 1718، نزل عطاك 1707،
لكن ما اعطاك خروج. في ناس او حتى محمد وميسى قاعدين يحطون تيك بروفيت، اعتقد هني ممكن تضرب تيك بروفيت عندهم، لكن هي لا زالت تحت، عشان كذي قاعد اشوف ان الذهب لا زال رايح لي تحت. زين شنو عندنا بعد؟ يشوف يعني قناه التليجرام كاتبين 5 مينت سيل، هذه مالت الذهب من 1517 التيك بروفيت 1707 بالضبط، طقها ورجع صاعد. خلونا نتكلم الحين على الصفقتين اللي فتحناهم قبل شوي وهما استرالي فرانك. هذه هي ليش دخلنا فيها بيع. اول شيء بان التقاطع الاصفر كان فيه لي تحت، الشرط رقم واحد بان التقاطع حصل فوق الغيمه، الشرط رقم اثنين في وقت التقاطع حجم الغيمه يعتبر كبير، الشرط رقم ثلاثة خطين الموفينج افريج كانوا عكس بعض، وتقدر الشرط هذا تشوفه لما تلاحظ بان الموفينج افريج الاصفر ابتدى ينحني قبل ما يحصل التقاطع، فهذه إشارة بأن التقاطع اللي راح ييك راح يكون عكسي. الشرط الأخير بعد ما حصل التقاطع السعر لمس خط الموفينج الأزرق، حتى لو ما لمسه وكان فوقه في وقت التقاطع راح تكون إشارة كاملة الشروط. اللي قاعد يسأل عن طريقة الخروج راح أوريك الحين أكثر من طريقة حق الخروج. هذا الذهب، استرالي كندي على الربع ساعة. إيه هذه يعني صفقة استرالي كندي، وينها صفقات أكثر من صفقة كانوا ماخذينها في القناة. استرالي كندي على 15 minutes ماخذين واحدة ثنتين ثلاث أربع صفقات، أربع تبريدات. هذا حق الناس اللي تسأل عن التبريد، خلني أوريك. نرجع ميسى، الصفقة كانت بيع، أعتقد هذه صفقة بيع، هذه صفقة بيع من بعيد أشوفها. طبعا هي شرحتها بأكثر من طريقة، هذه كانت تتكلم عن أكثر من صفقة، لكن شارت إذا تلاحظون ما راح يطلع واضح لأن الحساب يعني مو شغال عدل، لكن نتكلم عن هذه. هذه أول صفقة بيع، نطقها زوم. إذا نلاحظ خلينا نوقف الماوس هني، هذا الخط يبين لك بأن هني اكتملت شروط البيع. شنو حصل؟ تقاطع حصل الأصفر فيه لتحت والأزرق لي فوق، هذا الأزرق وهذا الأصفر، حصل التقاطع نفسه فوق الغيمة، حصل التقاطع نفسه فوق الغيمة، الشرط رقم واحد بأن التقاطع حصل فوق الغيمة، الشرط رقم اثنين بأن في وقت التقاطع حجم الغيمة كان كبير. شلون تعرف حجم الغيمة؟ راح توقف الماوس من بداية الغيمة لآخرها وتعرف الحجم مالها. الشرط رقم ثلاثة ان في وقت التقاطع او بعد ما حصل التقاطع، في وقت التقاطع كانوا الخطين الموفينج افريج عكس بعض، هذا الشرط رقم ثلاثة. الشرط رقم اربعة بعد ما حصل التقاطع السعر
او الشموع لمست خط الموفينج افريج الازرق اكتملت من هني شروط البيع. دخلنا بيع في الصفقة من هني من 98.54. نشوف شنو صار معاها عشان نعرف نشرح الصفقة. اولا اذا انا دخلت في الصفقة بيع بالشكل هذا، مهم جدا ان السعر او الشمعة تكسر التقاطع وخطوط الموفينج افريج بالشكل هذا. نلاحظ كسرته، كانوا قاعد يدورون تحته، لكن لما يكسره بالشكل هذا كمل معاه. انا عندي شرط واحد للخروج، راح انتظر لغاية ما اشوف الغيمة هذه الحمراء الثانية، عقب ما تتغير الغيمة راح انطرها تكبر ويعطيني خط الموفينج افريج الاصفر انحناء او كيرف تحتها عشان اطلع من الصفقة. هذا بحالة البيع راح تمشي معاه، تمشي معاه، رجع عكس عليك مرة ثانية. الشباب رجعوا باعوا من هني، كان راد عليهم حوالي 40 نقطة، خذوا بيع مرة ثانية من 99، ورجع مرة ثانية صعد عليهم ل 99.80. الزوج هذا يتحرك بشكل كبير، رجعوا خذوا مرة ثالثة من 99.86. فصار عندنا ثلاث صفقات، نزل نزل نزل. لاحظ هني القيمة قاعد تصعد، قاعد تكبر، وقاعد نسوي فلوس منها. كمل هذا الانحناء معناه خروج، تشوفه هذا الكيرف عقب تحت قيمة كبيرة بالشكل هذا معناه خروج. طبعا كم السعر هني؟ 97.99. يعني انت بالثلاث صفقات اللي اخذتهم سويت ربح. مجموع الصفقات اللي حاطينها هما في القناة، مجموع الصفقات في العملة هذه بس حوالي 460 نقطة. فانت خذيت واحدة ثنتين ثلاث اربع، كلهم طلعت فيهم بناء على إشارة الخروج. تمام؟ ابي ادور مثال شراء، ابي اطلع مثال شراء. سالم الشح يقول لي يلا يبا، يلا يبا شنو؟ انا قاعد اشتغل، انا ايش قاعد اسوي؟ قاعد العب انا؟ يلا يبا انت ها. زين هذا مثال الشراء. مشكورة ميسة. هذا مثال شراء. إذا نشوفه على الخمس دقائق على الذهب من 1695. هذه كانت صفقة شراء. 1695 على فريم الفايف مينتس. لاحظ عقب ما شريته، عقب اكتمال الشروط، شوف شنو قاعد يصير. قاعد يعطيك الصعود هذا والشكل هذا. هني عطتك إشارة الخروج عند 1710. خليتها من 1695، قطيتها على 1710. رجع مرة ثانية نزل. هني ما عطاك إشارة دخول لأنه ما حصل والسعر لمس خط الموفينج. هني ابتدى يعطيك صفقات بيع. هذه صفقة بيع واضحة على الفايف مينتس من 1790. تكلمنا عنها قبل شوي ولا زال السعر ماشي عليها. في سؤال؟ ميسة تقول لي على الدولار فرانك، طبعا هاي صفقة الدولار فرانك اللي فتحناها مساء. إذا تلاحظون يا جماعة، هذه صفقة البيع اللي دخلناها دولار فرانك، كانت إشارة البيع هني. بعد ما حصل التقاطع السعر لمس خط الموفينج أفريج، بعنا من هني وعلى طول نزل ومعطيني كل هالربح. استرالي فرانك كبيرة كنا شوي، نشوفه لأن استرالي فرانك على 5 minutes عادة 5 minutes تاخذ وقت أطول، بس ال 1 minute لاحظوا أنه وإحنا باللايف
السعر على طول اعطاك نزول، انت فتحت الصفقه من هني نزلت من هني. شوفه ما في اسهل من كذي، ما في اوضح من كذي. دولار تركي، وخر عن التركي. تركيا لا تاخذ منها الا كباب، غير الكباب والشاورما لا تاخذ. صح محسن؟ شكرا. هل تنفع هذه الاستراتيجيه للاسهم؟ والله انا طبقتها على الاسهم وكانت ناجحه، بس اذا تركز على فريم 15 مينتس وطالع. شكرا ميسه. مع الاستطلال كيف امسح خطوط الطول في الشاشه حقت الفواصل اليوميه؟ اذا حطيت المؤشر هذا راح يمسح لك اياها. ليش ما طلع لنا مؤشر الدخول فيها؟ انا عندي المؤشر لكن بعد ما طلع، لان المؤشر اللي عندك هذا يشتغل بالنيه طال عمرك. اذا نيتك اوكي راح يشتغل، اذا نيتك مو اوكي ما راح يشتغل. اوكي، اي افضل فريم استراتيجيه حسب وقتك وحسب ظروفك وحسب شغلك، ما في شيء اوضح من كذي. اوكي محسن، صار لنا ساعه وربع، نسكر سكر الدكان. هذه كانت تجربه. لحظه هذه كانت انت ما صدقت يا سيد. ما كنت راح اسكر بس كنت بتسكر والله. لا يعني انا قلت اليوم تكون تجربه، وهذا الشيء راح نسويه بشكل اسبوعي، يعني راح نفتح اللايف وراح نفتح الشاشه ونتكلم عن وايد صفقات، نناقشها مع بعض ونفتح الصفقة وبعدين نذكركم فيها. في سؤال؟ في استفسار؟ أتمنى أن أنا ما أكون قصرت، وأتمنى أني جاوبت على وايد أسئلة. ممكن إضافة تنبيه عند التقاطع في المؤشر؟ ممكن، بس أنا ما أنصح أن الواحد يروح يعني يستخدم بس التكنولوجيا ويستخدم بس المؤشرات هذه، لان اذا انت ما كنت عارف الطريقه صح ومارسها ما اعتقد، يعني ما اعتقد ان راح تنجح فيها. الله يعافيكم، مشكورين. باكر نفس الوقت الساعه 7:07 سبع الاربع راح نبلش نغني تست 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 ونبدا غنى، وراح نتكلم باكر. يعني نصيحه الناس اللي ودها تحضر، باكر راح يكون مقدمه عن الاسهم، راح نتكلم عنها، وهم راح اركب الملف، يعني الملف مال الانديكيتر الخاص بالاستراتيجيه هذه على شارت الاسهم، وراح نتكلم عنه بشكل مهم سريع، واي واحد ممكن يدخل في الاسهم، راح تكون وايد سهله. اوكي توصلنا على شيء؟ فلوس؟ احد ناقصه شيء؟ دام قلت فلوس اطلع بسرعه محسن، طفها يلا نشوف.